أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل قلت: ما حكم المرابحة الإسلامية عند البنك الأهلي الإسلام، حيث أنهم يقوم بشراء السلعة وامتلاكها ثم يبيعها؟ أفيدوني عن ذلك، حيث أني مقدم على شراء سيارة منهم. البنك الأهلي الإسلامي لا يسمي بهذا المعنى، البنك الأهلي الإسلامي أو البنك الأهلي بس لمعرفة الله البنك الأهلي. والمرابحة يقولون ما حفل لها ولا نفي عنها، إن كان المعنى أنهم يأخذون منك الفلوس ويبيعون ويشترون بما أباح الله بجزء من الرزق وشاع بينك وبينهم، فهذه هي المرابحة. تعطيهم فلوس وهم يبيعون ويشترون بالسلع المباح على الوجه المشروع وتكونون شركاء في الرزق، هذا لا بأس به، هذه هي المرابحة. أما إن كان غير ذلك من أنظمة البنوك الربوية فليست مرابحة إسلامية ولا مرابحة إسلامية، هذه مرابحة بنكية سموها الإسلامية للتلبيس على الناس.